2 كوب من القرع مكعبات وهيبقى مسلوق، يعني زي ما قلنا ستيمد، مش متعرض لميه ومسلوق في الميه ومليان ميه، لا انا عايزاه بيوري. وكوبايتين من الحليب الدافي، او ممكن نستخدم عادي حليب بارد وناخد كل الخليط بعد كده على النار زي ما انا هعمل. سكر حسب الرغبه، قرفه باودر، جنزبيل باودر، قهوه سريعه الذوبان، كاكاو وقرفه خشب، ده للتزيين. تعالوا الاول نضرب كده القرع، ما بناخدش كتير، احنا عايزين ناخد طعمه بس، يعني ايه مش بزياده قوي. نحط له ميه، نحط له شويه من الشربات ده كده. لسه عايز شويه، مش عايزه اكتر الميه قوي. اوكي ناخد بقى الكلام ده على الحله كده، على اللبن، نعمل كل المشروب في الحل، نعمل كده. ادي قهوة سريعة الذوبان او كاكاو، ده كاكاو، وادي القهوة وشوية قرفة صغنطتين قوي، بلاش يبقوا كتير، جنزبيل قليل قوي 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 اذا بتحبوه، ما بتحبوهوش خلاص. وادي السكر، وناخد الكلام ده على النار ونقلب، نشيل القرع على جنب. يلا بينا، عايزين تحطوا كريمة حطوا كريمة، اذا عندكم شوية كريمة حلويات اللي هي السايلة دي بتبقى لذيذة قوي. عايزين تحطوا كريم شانتيه على الوش، تمام برضو. نجيب معلقه بقى وندوق. القرفه مع الكاكاو مع القهوه مع القرع، حاسه ممكن يبقى عايز شويه لبن كمان. ولو بتحبوه تقيل، لو عايزين المشروبات بتاعتكم تبقى تقيله، حطي نص معلقه من النشا. انا ممكن احب ان هو ما يبقاش تقيل قوي. نعمل كده، نحط ويبينج كريم كمان اب اند داون كده. كده تمام. الكريمة بقى هتظبط الطعم.
مشروب شتوي وخريفي لذيذ. بس كده موضوع بسيط ولطيف، نحطه هنا. وعود القرفة ده كده ايه فين؟ والله ده هما دلوقتي بقوا بينبسطوا قوي بالكوبايات لما تبقى مسحسحة كده. حاضر، انهي ده؟ تمام، رشة قهوة أو كاكاو أو قرفة تديلوك لطيف.